الخامس من شروط الصلاة رفع الحدث، الأكبر يرتفع بالاغتسال والأصغر يرتفع بالوضوء. شرط ميجي دا بينجا قري إنسان جرفع الحدث وخلاصك رفع الحدث تي يعني خو نجاسة تي خلاصك سر إنسان وجوده وي كنجي وي هندري كنجي وي دا يدا سر يرك أو ميشتك قري نجاسة تنبه. فلو صلى بغير وضوء فالصلاة باطلة بعد أن مثلا يكون بال ولم يتوضا فالصلاه باطله. مثلا بيجم انسانك تشي سر درس دستف خونه چوچك تشي سر ميزا خدا هاتيه دزميج نگرت و مشكه ميجوي باطله. او مثلا خرج منه مني وصلى ولم يغتسل فالصلاه باطله. يدا اجويا مني يدا ميز تشتكي اس اجويا دركه اوجي دزميج نگره اصلا مشكه ميجوي باطله.